السلام عليكم مستمعينا ومشاهدينا دائما على راديو ترونسيس. ضيوف اللي معنا اليوم الفنان الكبير سي عبد العزيز ستاتي، ومعنا ايضا لالا دنيا بوطازوت الفنانه الثقيله فنا ووزنا كنحبوها جميع بالاعمال ديالها المتميزه. معنا ضيفه اليوم باش نقولوا لها مبروك ما درتي، مبروك الزواج، مرحبا بك لالا دنيا بوطازوت. شكرا على الدعوه، ولي الشرف نكون معكم ومع سي ستاتي الفنان الكبير. سي عبد العزيز ستاتي ايضا مرحبا بك. هاد السيمانه درتي اغنيه زوينه وعجبات الناس، كتكلم فيها على الواقع المعاش. الواقع على مالي قبل كنت كنهضر على الخيال، لا حيت قبل كنتي درتي واحد الفيديو كليب بالجرين سترينغ كيبان بحال النشره ديال الطقس. هذاك النوع ديال المونتاج كيتصنف من الصناعات التقليديه، حيت انا كنغني الشعبي. وزيدون اللي ما عجبوش الكليب بيتيليشارجيه ام بي 3، فين كاين المشكل؟ برافو سي عبد العزيز ستاتي، مازال نرجعوا ليك ونهضروا على الاغنيه الجديده ديالك لالا دنيا. عاودي لينا كيفاش تعرفتي على الزوج ديالك. والو، هدرنا عادي في الاول، داز الواتساب، من بعد داز للدار، موراها دزنا المعقول. اي والله يخليه ليا. مزيان، زيدي قربي الناس من الاستقرار ديالك، فين غادا تسكني بعد الزواج؟ لان بعض الناس كيعرفوك كنتي ساكنه غير في التلفازه. خويا هذاك غير رزقي، ما تحرجنيش، راني كنحشم. حاشا، غير ما بغيناكش تطلعي للناس في راسهم وصافي، حيت واحد الوقت كنتي كتباني في التلفازه اكثر من اللوغو. درتي الاشهار المسحوق تصبين شركات الاتصال، اتات دستي في كل شي نهار تأدني. انت بنتي ليا واقيلا عينك فيا اليوم. سمح ليا، راه كاع الفنانه كيتسابقوا على التلفازه وانا وحده منهم، ويلا بغى الله غادي ندير برنامج ديال الطبخ. سي عبد العزيز ساتي، شنو بان لك في هذا الشيء ديال الظهور في بزاف ديال الاعمال؟ انا كندوز غير في السهره ديال راس العام بحالي بحال الحلوه، ما كيعاودوا يعيطوا ليا حتى كنسى فين جات الاذاعه. قبل كنتي كتقول الحكومه مزيانه، ودابا كتقول رقدت وعجبكم الوساد في الاغنيه الجديده ديالك، ياك ما كلاشيتيهم باش ترشح انت؟ هو الصراحه ما كرهتش، ولكن صعيب تدوز في البرلمان تهضر مباشر على نهب المال العام ومورا السهره ديال تسعود نغني فيها الزين ولا طاي كلشي كاين. شكرا سي عبد العزيز ستاتي على الصراحه ديالك. لالا دنيا معنا، ابيل على الاثير مباشره، شي واحد حد بغى يسلم عليك. الو اختي دنيا، لاباس عليك حبيبه؟ لاباس حبيبتي، وانتي؟ الحمد لله ومبروك، والله الا فرحت ليك اختي، وعندي واحد الفكره. شنو هي؟ مادام انتي دستي في بزاف الاعمال، علاش ما تشاركيش في لالا العروسه؟ ولكن اختي، راه لالا العروسه انا كنمثل فيها مميزه، ما يمكنش نشارك. بقاي طلعي ديري مميزه وتنزلي تجاوبي، ولا خلي غير راجلك يجاوب، ماشي مشكل، غير ما تتفقيش معاه على الاسئله. ويلي ما يمكنش، والناس اش غيقولوا؟ خليهم يهضروا، مزيانه لينا نديروا البوز بهذه العباسيه. واخا اختي، نشوف راجلي واش متفق ونرد عليك. وتحياتي ليكم ونهاركم مبروك، وسلموا لي على السي ستاتي. شكرا للفنانه صفاء حبيركو. سي عبد العزيز ستاتي، شنو تبغي تقول للجمهور ديالك بمناسبه رمضان؟ وكان بغي نقول لهم رمضان كريم، ويعيدوا يعاودوا يصوموا يعاودوا ان شاء الله، وعليهم وعلى كاع الامه الاسلاميه، وان شاء الله ينتظروا الجديد. انا ديما طالع الحمد لله، انا كنزل من الخشبه نطلع في الطوندونس، ننزل من الطوندونس نطلع في الخشبه. شكرا سي عبد العزيز ستاتي. لالا دنيا، شنو تبغي تقولي للجمهور ديالك، وشنو تبغي تقولي لبشرى الضو اللي انتقدتك وقالت بانك تكبرتي على الجمهور وعليها؟ كنبغي نقول الجمهور رمضان كريم، وبالنسبه لبشرى الضو ما لقيت ما نقول من غير الله يدينا في الضو، حيت عرفاتني ما غاداش نعرض عليها، داك الشيء علاش بدات كتنتقد. ولكن علاش ما عرضتيش عليها؟ انا ما عرضتش عليها، وحفظ الله ما فرقت لينا الشمل، كون عرضت عليها كون دات لي الراجل من العمارية.